طيب معانا برضو بعض الاخبار الاخرى الخاصه بالفريق. اكيد زي ما حضراتكم عارفين دايما قبل التحرك بيبقى في محاضره من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين بالتحديد مستر فايلر، واللي بيضع فيها النقاط الاخيره والرتوش الاخيره على تشكيل الفريق واستراتيجيه لعب النادي الاهلي في هذه المباراه. المحاضره بتستغرق حوالي 10 دقائق، والفريق بيوصل لاستاد السلام باذن الله قبل المباراه بحوالي ساعه ونصف. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه، وحضراتكم طبعا تابعتوا تصريحات مستر فايلر امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه، وقال ان احنا يعني عندنا ضغط مباريات خلال الفتره اللي فاتت لكن ده امر واقع، وقال ان احنا قادرين ان احنا نتعامل مع الامر ده ومع ضغط المباريات ومع الاجهاد اللي ممكن يكون بيواجه بعض اللاعبين من خلال البرامج الاستشفائيه اللي بيتم وضعها للفريق وعشان يكونوا جاهزين بشكل اكبر لكل مواجهه. كمان مستر فايلر تطرق لمستوى لاعبي النادي الاهلي وان هم لاعبين على اعلى مستوى عندهم قدرات فنيه كبيره وقدرات بدنيه كبيره بيثق فيها هو لابعد درجه، وقال ان احنا هدفنا من كل مباراه طبعا حصد الثلاث نقاط، وكده كده بطوله دوري ابطال افريقيا احنا في مرحله المجموعات فطبعا هي مرحله جمع النقاط ان شاء الله نكون موفقين بخلاف طبعا بطوله الدوري، لكن التركيز كله فيها هذه الساعات منصب على بطولة دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله تخلص المباراة على خير النهاردة، الفريق يفوز وبعد كده نتفرغ ونعود لبطولة الدوري المحلي من خلال مواجهة المقصة اللي هتكون يوم الأربعاء اللي جاي يوم 1 يناير في السنة الجديدة. كل عام وحضراتكم بألف خير. طيب بخلاف مباراة النهاردة، جلسة تنسيقية بين كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي للإعداد لرحلة زيمبابوي، والناس في النادي الأهلي دايما بتشتغل من بدري عشان ما بيبقاش فيه أي معوقات ممكن تواجه الفريق، ويحاولوا إن هم يوفروا كل سبل الراحة بالنسبة للفريق في السفريات اللي بتبقى في أفريقيا، وأكيد سفريات بتبقى صعبة في الحقيقة. الأهلي هيخلص المباراة دي عنده مباراتين في الدوري المقصة وإف سي مصر، وبعد كده يروح يلاعب بلاتينيوم في زيمبابوي بإذن الله تعالى يوم 28 من الشهر الجاري، و او من 28 من شهر يناير عفوا. فبالتالي اليوم كام يا جماعه بالظبط فكروني عشان ممكن اليوم ما كنت قلته غلط، لكن في كل الاحوال الاهلي بيستعد مبكرا لمباراه العوده اللي هتكون في الجوله الرابعه من خلال طبعا التنسيق مع سفير مصر في زيمبابوي هو الاستاذ محمد مصطفى فهمي، بخصوص طبعا مقر الاقامه اللي هيكون خاص باستضافه البعثه، وايضا بخصوص ملاعب التدريبات اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي هناك في زيمبابوي، واكيد ده شيء هيكون مهم ومميز جدا من خلال طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق. طيب ضمن اخبار المصابين، كام يناير؟ 10 يناير مباراه الاهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي هتكون يوم 10 يناير. طيب من اخبار المصابين، يعني فحص طبي لمحمد او لمحمود وحيد بعد شكواه من الام عضليه، ويعني اشتكى كده من بعض الالام العضليه فبالتالي تم راحته وعدم استدعائه لهذه المباراه، وبالتالي هيكون ليه بعض التدريبات التأهلية وإن شاء الله يكون لائق في المباراة القادمة، وأكيد محمود وحيد من اللاعبين المميزين جدا في هذا المركز. مروان محسن ينفذ برنامجا تأهيليا لتجهيز المرحلة المقبلة، وأيضا مروان محسن كان عنده كدمة قوية كده في الركبة فبالتالي ما شاركش في التدريبات الجماعية غير امبارح في جزء بسيط جدا، وأيضا تم استبعاده حفاظا عليه من مباراة اليوم، وشارك في المران البدني صباح اليوم.